أنا شخصيا سكنت في أفريل 2004، رانا في 2018 يعني تقريبا 15 سنة. حنا اتصلنا بالسلطات الولائية والسلطات تاع الدائرة تاع بومرداس، ووعدونا قالوا لنا راكو من تمين الإقليم تمعين البلدية بومرداس. حنا نطلبوا من السلطات المعنية بالأمر يسرعوا لنا في المشروع نتاعنا باش يسكنونا. وين قالوا لكم؟ حنا الأغلبية نتاع تاع نتاع نتاع ولادنا هاهم راهم يمشوا. هاك راهم يمشوا بهذو. تروح للولاية يقول لك حنا خاطرين، تروح للدائرة يقول لك حنا خاطرين، الميري يقول لك يجوا لنا كيجوا يقول لك حنا الآخرين. وين تروح مع لبناش؟ والله رانا كاين الجاج هكذاك، ذراري مراض، أنت بمراض. وين تروح؟ ما والله ما فهمناها. تروح شغل يحوزوك كي هذيك الاخر، تروح الفما باش يسكتوك يقول لك خلاص دوك اللي قلوكم وما كاين والو. بالنسبه للشاليات على مستوى دائره بومرداس ببلديتها الثلاثه، تحصي مصالح دائره بومرداس اكثر من 2200 شالي اللي مازال ما ترحلش. تم الشروح في العمليه سابقا وبقات هذه موزعه على عدة مواقع. سوف يتم، لأنه للأسف هناك بعض الناس اللي بمحض إرادتهم راحوا دخلوا الشاليات فارغة، وإحنا عندنا جميع المعلومات راح نشوفوا ونمحصوا القوائم مليح، والإنسان اللي الدولة هي اللي سكناته في الشالي هذاك هي اللي تكفل به.